من هم الأبرار؟ الأبرار في الغالب هم الطبقة الثانية من أهل الجنة، وقد تطلق كلمة الأبرار ويراد بها المقربون. أن في التقييد العام فأنت تعرف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هناك المقربون، هناك أصحاب اليمين الذين هم الأبرار. لكن إن جاءت كلمة الأبرار مستقلة عن المقربين دخل في معناها المقربون، ومنه قولهم وتوفنا مع الأبرار.